الحاجه الاولانيه ان احنا صح وان احنا ضاغطين على النظام السابق وضاغطين على المجلس العسكري، ان الاعتصام بتاعنا فعلا ضاغط عليهم ان توصل ان هو عشان يفض الاعتصام المبلغ الكبير دوت، وقدم من اقطاب الحزب الوطني يتبنى الفكره دي وبعت لنا 7 بلطجيه، بس الحمد لله الناس عندنا شجعان قوي فقدروا ان يقبضوا عليهم وقدروا ان هم يسلموه. الحاجه الثانيه ودي الاهم اللي جاي وافرجوا عنه، ده شيء طبيعي. الحاجه الثانيه الاهم مش موضوع خوفهم بس، انا اعمل ايه تاني؟ دوري ايه؟ فكره ان انا صح وان انا على الارض في اسكندريه اوكي ماشي، انا شغال وانا بدات اضغط عليه فعلا، لكن اللي جاي ايه؟ هنا السؤال. الفكره يا جماعه معلش مع احترامي لكل الناس دي، مع احترامي لكل الاراء اللي بتتقال، ان في مشكله عندي كبيره جدا. انت بتقول تعطيل محاكمات، بنقول مش تباطؤ، عشان بس اللي بيقعد بره ويقول تباطؤ دوت معلش يعني هو تواطؤ مش تباطؤ. المجلس العسكري متواطئ وليس متباطئ. عايزين نقول ان طول ما المشير طنطاوي موجود مفيش مبارك مش هتهاكم، مفيش محاكمات علنيه، مفيش بتاع. واكبر دليل سيد مشعل فضل 6 شهور قبل ما يستف اوراقه في وزاره الانتاج الحربي اللي هو كان ثالوثها معروف، بيع وشراء سلاح ولا اخره معروف. خالد مشعل سيد مشعل مع طنطاوي مع مبارك، هم دول اللي بياخدوا العمولات وبياخدوا الاتفاقيات، هم ليهم اصحاب الحق في هم يمدوا، فكان لازم يقعد 6 شهور عشان يستف اوراقه عشان بس نبقى منطقيين. اذا احنا متفقين على ان لا مبارك هيتحاكم، والدليل امبارح الراجل اللي كان ماسك الاثار طلع قال في خطابه او في التفويض بتاعه بيقولوا له عفى الله ما سلف. الحاجة التانية كمان ما تفتش في التاني، قال لهم لا انا في التحرير لاني هفتح الملفات. يبقى اذا احنا قدام نظام، النظام دوت مش هيحقق لنا اي حاجة من مطالبنا. ثورتنا دلوقتي انا رأينا في اسكندرية وتوصلنا للكلام ده كمستقلين، لان ما زال الاحزاب والجماعات الاسلامية بايعين القضية تماما وعارفين الكلام ده. ولكن الحمد لله رب العالمين 8/7 اثبتت للمجلس العسكري ان المستقلين في مصر كلها فعلا صداع في دماغهم، صداع في دماغهم. بدأوا يطلعوا علينا الفزاعة الجديدة اللي هي جمعة 29 الشريعة الاسلامية، مع ان هم قادرين وعارفين ان كل ده مش هيتحقق. يا جماعة مش هيوصل للحكم في مصر غير اللي يرضى عنه 3، امريكا، المجلس العسكري، والسعودية، بما انها هي الخليج العربي اللي لو نجحت ثورة مصر هتنتفض، هيتشال جميع الممالك في الوطن العربي. هي دي الحقيقة. امريكا واسرائيل هم قطاع واحد. الحاجة التانية المجلس العسكري، حاجة التالتة السعودية. احنا في مخطط لإجهاض الثورة، صدقوني احنا نعتبر اخطر مراحل الثورة. انا عايز اقول لأهل استاذنا، احنا مش بنطهر مصر بس، ده احنا بنحارب امريكا واسرائيل بالذات والسعوديه، وما هو مدفوع من اموال ومضخوخ من اموال داخل مصر. انا بس كنت عايز اتكلم على نقطه، ان احنا يا ريت ما نقعش تاني في المطب بتاع الاستفتاء، نقع فيه تاني في موضوع الانتخابات، نقعد نتكلم على الحزب ونتكلم الاحزاب. دلوقتي لو حصل مجلس شعب مهما كان هيطلع علينا برضو مجلس شعب زي اللي فات وزي اللي قبليه، لان ما حصلش اي حاجه اتغيرت. انت عشان تغير لازم تغير عقليه الناس، عقليه الناس مش هتتغير غير لما تشوف ان فعلا في ثوره حصلت. الثوره دي تكون حصلت في حياتهم كلها، هي ما شافوش حاجه فيها ثوره. فانا شايفه ان احنا كمستقلين من الافضل لينا ان احنا نقول ان احنا مقاطعين الانتخابات من دلوقتي، بدل ما نقعد نتكلم في قانون الانتخابات ده معانا هيقف معانا ومش عارف، مش هيقف معانا ومش هيحقق اي حاجه. انا شايفه ان المقاطعه قبل مقاطعه الانتخابات، انا شايفه هو ده التصعيد اللي ممكن يتعمل. مقاطعه الانتخابات لحد ما اجابه مطالب الثوره اهم من الانتخابات واهم من الدستور. مطالب الثوره اهم من كل الحاجات دي. الحاجات دي احنا بنخش في متاهه وبنخش في حته، فمش تورته، يا ريت تورته، بقايا من التورته، ونقعد نفتت فيها مع بعض، مش هنوصل لاي شيء.
واحنا لو عملنا كده احنا لسه جايين دلوقتي من خيمه من ضمن الخيم المسيسه قاعدين معاه. احنا استفزينا يعني. احنا جايين وسايبين بيتنا وسايبين الاعتصام بتاعنا وسايبين الشغل بتاعنا عشان يجي نسمع ان الثوره انتهت وان احنا مستنيين موجه ثالثه ومش موجه ثالثه احنا وان احنا لازم نسيس عشان خاطر نخش في حلبه ما فيش اي حد فيها كسبان. كتبت الاسامي كلها. فاحنا شايفين ان احنا مفروض نربق بنفسنا كمستقلين عند كله ونطلع ان احنا نقول الاول الثوره تكون وبعد كده نتكلم في الدستور بعد كده نتكلم في الانتخابات بعد كده نتكلم في اي حاجه. الثوره عشان تقوم في مطالب للثوره. لما المطالب دي تتحقق هتلاقي الناس كلها العامين اللي هم بنقول عليهم اللي هم ما لهمش اي اللي هم ما يجوش التحرير لما يشوفوا ان في ثوره هيبتدي التفكير والمنتاليتي بتاعتهم هتتغير هيبتدي يتغيروا وهم رايحين الانتخابات. انما احنا كده بالطريقه دي مهما كان قانون الانتخاب مش هيوصلنا لشيء. دكتور صبري محمد صبري. طبعا انا يعني عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا. احنا لازم نقف دلوقتي في اللحظه اللي احنا فيها دي. احنا النهارده ليله الجمعه فيعني احنا بكره عندنا عشان يبقى فعلا يوم ناجح كل مطالبنا تبتدي بان العدد بتاع بكره يبقى حاشد سواء هنا سواء في اسكندريه سواء في السويس سواء في اسماعيليه. وطبعا احنا اهم حاجه هنقولها في الوقت الحالي ان احنا هنراهن على الشعب وهنراهن على العقل والاحساس بتاع المصريين اللي قاعدين في البيوت عارفين ان الناس دي اكيد مش على اكيد الناس دي على حق. انا براهن على ان الدعوه اللي اتقالت ان هيبقى فيه في رمسيس مليونيه عشان تأيد الاستقرار والمجلس العسكري دي في حد ذاتها هتخلي ان التحرير هيتملي بكره. براهن على ده وعايز احنا عشان نجحنا برضو عشان ننجح في هذا الرهان كل واحد فينا من هنا لغايه بكره لغايه الساعه 4 العصر يبقى بيبذل طاقته لاقصى درجه. بس انا مش هكلم اكتر من كده. شكرا. الاستاذ سيد القاضي. طبعا الاستاذ عبد الفضيل اتكلم في الانتخابات وفي التشكيل الوزاري والاستاذ اتكلم في التمثيليات الهزيله اللي بتعمل على الشعب المصري. فانا بوجه للشعب المصري بقول له حاجتين. بقول له اذا كنت حسيت بحاجه خلال الست شهور يبقى ما تنزلش. لكن كل اللي اتعمل تمثيليات هزيله على الشعب المصري والشعب المفروض انه اوعى من كده. الحاجه الثانيه بقول يا جماعه ما فيش حاجه اسمها انصاف ثورات. التاريخ كله بيقول انصاف الثورات مقبره للشعوب. يعني اوعوا تتخيلوا ان تقولوا كفايه كده لان كفايه كده هتبقى مقبره لينا كشعب. نصف الثوره دي مقبره للشعب مقبره للشعب. الاخوه اللي بيقولوا ان احنا الكتله الصامته انا بكل بساطه بقول اللي عمل الثوره المصريه 10 مليون وكل واحد فيهم وراه في بيته ما يقرب من 5 أو 6 بيأيدوه. يعني الثوار والمؤيدين للثوره 70 مليون او 60 مليون و10 مليون اللي هو الاطفال والعجائز يعني ما لا يتعدوا 5 مليون المستفيدين اللي بيسموا الوقت نفسهم وبيتلزقوا ويقولوا احنا كتله صامته ومش كتله هم كتله المستفيده. فالمفروض الشعب يوعى ان في تمثيليات هزيله بتتعمل عليه. يوعى ان ما كانش هيسند ثورته ويكملها لغايه النهايه هيرجع للأسوأ مش للافضل. ثوره يا جماعه الثورة الفرنسية قعدت 17 سنة عشان بعد كده ثورة فرنسا اتنقلت لنهضة. فإن ما كناش هنكمل ثورتنا وأهداف ثورتنا صدقوني مصر هترجع لورا مش هتتقدم لقدام والأجيال اللي جاية هتدعي علينا مش هتدعي لنا. فالثورة دي احنا بنصنع تاريخ مصر بنصنع تاريخ مصر. ضحينا وعندنا استعداد نضحي عشان نبني الأجيال الجاية حياة كريمة. فلازم الشعب كله يقف مع الثورة دي. شكرا. عايزك مساعد مساعد دي الكلمة انت سامي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عزت مساعد عزت وتضامنا من ائتلاف الثورة المستقلين وتضامنا وفداء لمصر من هنا ساعلن الان ان غدا جمعة الحسم ويوم السبت أنا و50 فرد وأنا بالنيابة عنهم سنكون مضربين عن الطعام إلى أن تقوم جميع مطالب الثورة حتى الموت ولن نتراجع عن هذا القرار حتى إلى آخر نفس في حياتنا. وأنا بتحدث بالنيابة عن 50 فردا وربما إلى يوم السبت يكونوا 100 أو 150.
وبإذن الله اتفقنا على أن نضرب عن الطعام إلى أن نلهس كالكلاب أو نموت. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا الاعتصام أحد أو الإضراب أحد وسائل الضغط المباشر.